أيضا اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتبرع بالدم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وتحت مظلة شعار منظمة الصحة العالمية الدم الكافي يساهم في حفظ الأرواح، تسعى مبادرة وتين لإطلاق حملة شكر والتمجيد لجهود المتبرعين الأبطال بالدم لمساهمتهم الدائمة في جعل المخزون كافيا للمرضى عبر مبادرة نصف مليون قلب. معنا عبر الهاتف الأستاذ مشاري المالكي. هلا وسهلا بك مشاري. أهلا حياكم الله. طبعا في البداية نبغى نتعرف عن وتين، تطبيق وتين والخدمات أو الخدمة المتوفرة فيه. طيب في البداية شكرا لقناة أوسانا على الدعم المستمر لهذه القضية الإنسانية، ولا هم استغرب عليكم، وشكر لكم أنتم أيضا يا مشاري على هذه خلينا نقول المنصة والتطبيقات الرائعة اللي تحفز الناس. صحيح. إنهم يعني توعي الناس إنهم يقدموا على التبرع بالدم. تفضل. بالنسبة لمبادرة وتين أو تطبيق وتين، وتين هي المنصة الوطنية للتبرع بالدم، والمنصة تربط المتبرعين مع بنوك الدم من خلال تطبيق وتين. ويقدم التطبيق عدة مزايا، أهمها معرفة احتياج بنوك الدم وأقرب بنوك الدم للمتبرع، بالإمكان أيضا معرفة أماكن عربات التبرع بالدم اللي هي العربات المتنقلة. وأيضا يقدم التطبيق فحص مبدئي للمتبرع، حيث المتبرع ما يتعب يروح إلى بنك الدم في حال اكتشف أنه غير مؤهل لسبب ما. برضو التطبيق يذكر المتبرع إذا كان مؤهل مرة ثانية للتبرع. يعني انتم قاعدين تعطون معلومات بيسك يعني او اساسيه استاذ مشاري، فعلا تشكرون على هالمبادره الجميله، لكن اللي نبغى نعرفه اليه العمل بين يعني من هذا التطبيق والمتبرع والمراكز والمستشفيات بشكل عام، ايش الاليه؟ ممتاز. اليوم عندنا خدمه نقدمها، واحده للمتبرعين والثانيه لبنوك الدم. اليوم جميع بنوك الدم في السعوديه مرتبطه بمنصه وتين. فمن خلالها في حال أي بنك دم في السعودية يحتاج إلى متبرعين من فصيلة معينة، يفتح المنصة ويطلب العدد اللي يحتاجه من الفصيلة اللي هو يحتاجها. الشعار هذا راح يوصل لجميع المتبرعين اللي في نفس المدينة بنفس الفصيلة مؤهلين للتبرع. بنك الدم الفلاني محتاج تبرعكم، يحجزون موعد يتوجهون يتبرعون. حلو. جميل. لكن أخ مشاري إحنا الآن يعني بنمر بظروف كورونا ووضع كورونا، هل في إجراءات متبعة في مراكز التبرع بالدم حول كورونا؟ أي نعم، هو للأمانة بنوك الدم سابقا يهمها سلامة المتبرع بشكل كبير. فمن قبل بنوك الدم مهتمة بالمتبرع من دخوله من باب البنك إلى خروجه. الفترة هذه مع انتشار كورونا بنوك الدم شدد الاحترازات هذا الصوت، فبنوك الدم جدا آمنة للمتبرعين. ممكن اللي راح يتبرع خلال الفترة الماضية يلاحظون أن مجرد ما تدخل مع باب البنك راح يتم يعني إرشاد المتبرع التعقيم ولبس الكمام. جميع الأماكن داخل البنك تعقم باستمرار بشكل دوري فور انتهاء المتبرع أو قبل التبرع. فالامان عالي جدا داخل بنوك الدم ولله الحمد، وهذا هو عمل موظفين بنوك الدم مشكورين مهتمين جدا في صيانه المتبرع الان او من قبل. طب يعني استاذ مشاري خلينا شوي نتكلم عن هذه الثقافه للامانه، يعني هل انت تشوف في الفتره الاخيره صار في وعي اكثر بخصوص التبرع بالدم؟ فعلا للامانه، خصوصا الفتره هذه الاخيره ممكن كثير يتطور. ان خلال ازمه كورونا قل عدد المتبرعين بشكل كبير. لكن للامانه اللي صار عكس ذلك تماما. بنوك الدم ولله الحمد قاعده تحصل على عدد كافي من المتبرعين. الاقبال خلال الفتره الماضيه كان اكبر من السابق. برضو المجتمع يوم عن يوم قاعده تكبر الشريحه هذه اللي شريحه المتبرعين بالدم. فالحمد لله وصلنا يعني الى ارقام جميله جدا في المنصه. نتكلم عن اكثر من 320 الف مستخدم للتطبيق، عن اكثر من 635 الف تبرع مسجل في التطبيق. ايضا خلال الفتره القصيره هذه ثلاث شهور تم حجز اكثر من 120 الف موعد. ما شاء الله.
وهذا شيء جميل وتشكرون أكيد عليه سادة مشاري المالكي. شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة الجميلة، وبالتوفيق إن شاء الله لكم في هذه الحملة الرائعة. طبعا